بحث اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كردستان مع السفير الأوكراني في العراق تعزيز العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لتحقيق ذلك من قبل الطرفين. اجتمعنا اليوم في اتحاد مصدري ومستوردي كردستان مع السفير الأوكراني في العراق، وتم التباحث حول مواضيع تقوية العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المقرر أن يجتمع السفير مع غرفة تجارة وصناعة السليمانية. نحن في إقليم كردستان كانت لنا علاقات قوية تجارية مع أوكرانيا قبل بداية الحرب، وزيارة السفير اليوم تأتي لتعزيز وتقوية تلك العلاقات التجارية بما يخدم الطرفين معاً.